كده ده صح. وي وي دير القاع وي شو وي ها صح. مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة وبالضبط من المقهى الأدبي بحي الملاح. هذا واحد من أشهر وأقدم الأحياء بمدينة الجديدة. احنا مباشرة من جديدة كما قلنا معنا فنانة ديال راب بعاصمة دكالة، غيتحدوا على المشاكل ديالهم وعلى الهموم ديالهم اللي كيعيشوها بسبب التهميش والإقصاء، وايضا هما كينتظروا يعني فرص كثيره لانهم عندهم ما يعطيو ولكن ما اتاحش لهم الفرص. هذا هو اللي المناسبه باش كنستضيفهم اليوم. كيتواجد معنا انس الرحال 03 وعمر الحلبه اكس موري. في البدايه غنخليهم يعني يقدموا لنا نفوسهم، هذو جوج من الفنانة ديال هاد المدينة مدينة الجديدة مازاكان. اللي مازاكان الاسم ديال المدينة الجديدة قديما مازاكان. غادي نعطوهم يعني انس برحال 03 عمر حلبة اكس موري باش يقدموا لنا نفوسهم ويقدموا لمشاهدي قناة شوف تي في وكل من كيتابعهم من داخل وخارج هاد الوطن. هذه مناسبة اليوم باش نتعرفوا عليهم لأنهم مدة طويلة وهما كينتظروا الفرصة ديالهم. هادو الناس اللي كيعيشوا الإقصاء والتهميش. تفضل معنا الان هذا انس برحال 03. السلام عليكم، مرحبا بيا انا وصاحبي اكس موري اليوم عندكم في شوف تي في. انس برحال اي كي اي ولد 03 طالب جامعي. دوينا اليوم غندويو على بزاف د الحوايج. قبل ما نبداو داوين نعطي الاخ اكس موري يقدم لكم راسو شي هو ومن بعد غندخلوا بزاف د الحوايج. وي تفضل. السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير. اليوم جينا كيضايفونا شوف تي في في القناه ديالهم. الشكر لكاع الطاقم ومرحبا بكلشي في هذا اللايف، غيكون ساخن ساخن جدا. سي انس برحال شنو كتقصد ب 03؟ يعني الناس غيبغيو يعرفوا كيقولوا انس برحال 03 ولد 03. 03 هو واحد البلاصه فين كبرت انا، فين تربيت، فين عشت، فين شفت بزاف د الحوايج. وليت انس 03 نيتنيش اللي هي انس ولد السعاده الثالثه، هي فين كبرت، هو دربنا، هو كل شيء، هو فين كاينه لا فامي ديالي تما. العائله ديالي الثانيه كامله هي السعاده كامله، لا لا فامي ديالي وجديده، راه كتبقى جديده هي اللي غنضربوا غنهضروا عليها اليوم وعلى ديك الغيره اللي فينا حنايا وديك الحر من جهه المدينه ديالنا. غندويو بزاف الحوايج. عمر الحلبة شنو كتقصد بالاكس موري؟ اكس موري اكس كت عليه المجهول، والموري هو الموري ديال المكانه. هذه المعنى الدقيق ديال هذه الكلمه هذه. نبغوا نعرفوا في البدايه يعني كيفاش كانت البدايه ديالكم، كيفاش يعني البدايه الفنيه؟ انا من الصغر باقي نعقل على راسي، 5 سنين 6 سنين كنت كنتموسق مع الدار، ما انا صغير في الدار، انسبيراسيون خو ادري كبير، خو ادريا فهمتيني، بنادم مزاك ديال بصح فهمتيني، وكي انسبيريونا حنايا يعني. من تما ديما كنتسنط الموسيقى، امتى غندخل لهذا الميدان ديال الراب اكزاكتومون 2013 هي فين غنبدا نصور بالتليفون وغنبدا نسجل في التليفون، داكشي كيطلع مبحبح. الجريقي هذه في البدايه ديالك؟ هذه في البدايه ضروري. وبالنسبه لسي انس برحال؟ البدايه بديت انايا باقي صغير يعني في 11 12 بديت كنرابي. بالنسبه ليا الخويا اللي كان كبر مني اتش بان اللي كان واحد الجروب سميتو بين ستور،
بسببه دخلت الراب. يعني كنت كنريح في واحد لونشوغاج ديال الراب راب راب راب، تلقيت راسي انا وسط داك الشيء وسط الراب، لقيت فحالشي بليا صافي ما يمكنش تفرق معاها، كدق فيك ديك الفيف ديال انه الراب. يعني كتولي بعد مره شحال شي واحد مسطي غادي في الدرب غادي داير من هنا ولا داير من هنا، وكدوي راسك وكتغني وبنادم كيشوف فيك او هذا ماله، ولكن هذاك واحد الفيلينغ يعني كتحس به غير راسك كيطراوي الفيلينغ كيبقى فيك داك الفيلينغ زوين، يعني احساس بوحدو اللي قال لك رابي غادي يفهمني. واش هي العراقيل اللي واجهتكم في البدايه؟ يعني البداية ديال كل فنان كما كانوا بدا ما كتواجهوا شي عراقيل في الاول، شي صعوبات اللي واجهتكم ولكن نتوما لقاو نتو وتحديتوا بصح العراقيل؟ السؤال كامل اللي غتجاوبوا اي مغربي غادي يجاوبك بنفس السؤال اللي غنقول لك، ولا غيقول لك شي سمور لا غيقولوا لك غيقولوا لك حنا بجوج فهمتي. هو انه بنادم عنده وعي، انا يعني كواحد باقي كيقرا خاصني نتبع قرايتي، ما خدامش يعني لا فامي على قد الحال، يعني من الناس اللي ما عندناش وما خاصناش، يعني كتبقى كتبع قرايتك، يعني والديك اكزيجوك على القرايه. الحمد لله كملنا القرايه، ما يعتنيش حطينا في واحد الموقف انه حنا من الصغر ديالنا كتبغي تسجل كتبغي شي استوديو خاصك، كانت غير 150 درهم كتجيك في ديك الوقيته راه شي حاجه راه صعيبه باش غتمشي ديرها وغتسجل، وكنتي كتقاتل كنتي كتقاتل، يعني عندك 13 عام باش تجيب 150 درهم باش تمشي تسجل، دخلت شو اليوتيوب درت شو 03 غيبان لك تراك كاين التراك ديز عليه سبع سنين خاصك 150 درهم وانت ما كتدخل والو ما عندك والو 150 عندك والو باقي صغير. اما دابا لا دابا راه كشر، دابا راه بروجيات راه المغاربه عارفين كاملين باش غيتقام بروجي يعني، وغادي كنتقاتلوا على هذا الشيء من والو، دابا ما كنتش قاتلوا من والو وخدامين وباقي كنقرا وغنديروا بزاف الحوايج ان شاء الله وغندويو على كل شيء اليوم. سي عمر الحلبه يعني شوف قلت شي نقاط ما هذه الصعب ما هذه زهره طرو العراقيل اللي واجهتني في البدايه ديال الراب هي كانت عراقيل نفسيه اكثر ما هي عمليه فهمتيني. صعوبات بيبل عندنا ما يمكنش انك تعيش معاه ديما انت اول دربنا فهمتيني ما والو هاك تبان حدايا كتسخر كذا ما غيهزوش بك ماشي بحال البراني ما كيعرفكش. دابا واحد مثلا انت غنجي نبيت مع كريستيانو واحد الشهر غيطلع لك في راسك حيت صافي داك النجم ما بقاش كيبان لك النجم ديالو بحال هكا فهمتيني. بنادم ما كيقدركش يعني انت اللي درتي هاك تبان ناقص اللي درتي هاك تبان ناقص. بعض المرات انا تراكاتي كنطلقهم ما كنقولش لهم بالله انا وبنادم كيتمزك مزيان كيعجبو الحال جا كنت سالي عاد كنقول له انا هو هذا ولكن لا عارف بسميتك وعارف وقت ما يتصنتش لك ما عرفتش من عند الله عرفتي علاش هذا البلان هذا بصح راه كنديرها اكسبري كنكون في شي قهوه التلفازه كذا كناخذ تريكوموند ونطلق شي حاجه ديالي لا البلان بصح يعني كتمشي على البراني. دابا حنا ملي كنكونوا في الدرب يعني عادي يعني كتلاق موسيقى كتسمع يعني ما كاينش داك السيبورت اللي كنعرفوا حنا بالحر يعني كيف ما كنقولوا حنا كبر بواحد ولد مدينتك وصلوا راه واحد لقيتها غتقدر حتى غتفشخر به هذاك راه ود دربنا راه ود كدا وغنديروا ونقدروا نديروا بزاف د الحوايج اونسومبل مع بعضياتنا. كتمشي عند براني انا طحت فيها انا مشيت عند بنادم ما كيعرفنيش في مدينه اخرى كيقول لك يعني علاش في مدينتك ما كاينش ما درتيش ما كيشوفوش حتى شنو كتعيش شنو داكشي اللي كتعيش معاهم شنو بزاف الحوايج يعني راه واحد الحاجه اخرى في الدراري ينطبق عليكم المقوله ديال مطرب الحياه واحد الحاجه اخرى عاوتاني كنت كطراو بصح كاين كنلوحوا شي حاجه وكيتفرج فيك واو دري واعر دري زوين عنده يعني تبارك الله موسيقى زوينه فهمتي ولكن والله لا بارطاجيش والله لا بارطاجيش واش فهمتي يعني ما عرفتش شنو عنده هنا ولا شنو التفكير ديالو شنو كيقول لي البارطاج ديالو راه ما غتنفعك بوالو باش نكونوا واقعيين ما غتنفعكش بوالو غير هوايا واحد الفكر بغينا نبدلوه حنا في هذه المدينه كاينين شي ناس تبارك الله فهمتي كاينين راه ضروري فهمتي شي ناس حجر وطوب فهمتي شي ناس تبارك الله كيموتيفيوكم كاين الموتيفاسيون كاين بينك لا مصالح لا والو هذه اكثر حاجه انا بعدا عطراتني في البدايه هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للاعمال الفنيه ديالكم شكون تقولوا لنا حتى الحدود اللحظه الاعمال الفنيه ديالك واش اللي مخرجين ولا اللي مخرجين انا مخرج تقريبا واحد
خمسة الكليباش و وديسك تراك اوديو. مجهود شخصي. مجهود شخصي. ما امكانية شخصية صغيرة. المورين الدار يعطفوا علينا فهمتي فلوس ما باغيش تتزوج فلوس تنقول لهم هذوك فلوس ديال الزواج يجمعوا لي وبداو تعطونا شوية ندمر على راسي باش ندير بروج صافي. خيالي الدريات صداق ديالك راه كنشوف الكليب باش بالنسبه انا بحال هكاك شي ربعه الكليبات الفيديو كليب وشي خمسة ولا ستة تراك ديال الاوديو وكان واحد التراك كنت باقي كنقرا في الباك اللي كان داير واحد ضجة في مدينة الجديدة اللي دار تراك زوين ولكن من بعده كيف كنقول لك ما كانش واحد الحاجة واحد الموتيفاسيون فلوس وشحال من حاجة باش غتكمل خصوصا جات وانت كتقرا في الباك يعني باقي خاصك تشد الباك باقي خاصك دير بزاف الحوايج التراك راه غيقدروا يعرفوه بزاف هو سميت شفار تراك سميتو شفار كان دار البز في ديك الوقيته لدرجة انه يعني خرج يعني في الدروبه ديال مدينه شيف الجديده وكيوقفني بنادم وكيقول لك واش انت اللي داير تراك ديال شفار كان واحد الاحساس زوين ومن تما بقينا عشنا وغادي نعاودو نعيشو وغادي نعاودو نعيشو وغادي نوصلو ان شاء الله وغادي نكبروا بهذه المدينه هذه. الا سمحتوا عطونا يعني كل واحد كان شي الاعمال الفنيه ديالهم كيفاش جا التنزيل ديالها كيفاش فكرتي تنزل هذاك العمل كل كي كي جيك الفيلينغ انا نقرب للمشاهدين ديالكم والمحيط هو واحد الفيلينغ هو الفيلينغ يعني كاش تقدر تكون غير مريح كيجيك واحد الفيلينغ ديال شي سوجي في راسك شي اسبيراسيون كتشوف شي اسبيراسيون صافي يعني كتولي شنو باغي دير شنو باغي تحط يعني مثلا تراك كيجيك اول حاجه اول خطوه خاصك ديرها هي تمشي للستوديو فهمتي كتفكر ابار قبل من الستوديو كتجي الكتابه يعني كتكتب على السوجي اللي باغي نتايا كتحط في الكتابه مزيان كتريبيتي مع راسك كتمشي للستوديو الستوديو كتسجل ابري ملي كتسجل ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالك واش باغي تلوحو اوديو ولا باغي تلوحو يعني فيديو كليب فهمتي على حساب وعلى حساب جيبك عاد يعني فيديو كليب على حساب الفيديو وعلى حساب كذا وكيجي ملي كتبغي تلوح وعاد سبونسور وشحال من حاجه شحال من حاجه خدمه اللي خدمتي فيها في الكليب خصك تخدم مع سبونسور يعني باش كتكمل الكاش غتحط هنا خصك ضروري كتكمل يعني راه دابا الروابا اللي معروفين ماشي في المغرب في العالم كامل ما كاينش شي رابور ما كيلوحش شي تراك ديالو ما كيديرش ليه سبونسور ضروري ديك يعني راه هو معروف غيلوح تراك ديالو غيبان ماشي ما غيبانش اون ميم طون كيدير سبونسور ضروري حيت كاينه ديك الدفعه ديال باش كيبان فهمتي يعني واش كتخير الباكر البلاصه ولا عندك شي مخرج ولا عندك شي حد اللي كيساعدك يعني كتشاور معاه كاين اصحاب انت اللي كتشوف كلشي انت اللي كتاخذ القرارات النهائيه يعني رابور بحال اللي قلتي بحال اونتربرونور يعني بحال شي مقاول داجي كتختار كلشي راسك يعني خدمتك فهمتي ما كتستاشر مع حتى شي واحد يعني فين باغي نمشي على حساب مدير اعمال على حساب كوتش فيك موزع فيك كل على حساب شنو باغي ندير نتايا يعني تراك مثلا بحال انا كدرت الكليب مثلا نيت ندوي عليه شفار درت ديال واحد كيكريسي في الزنقه كيفاش كيكريسه واحد كيفاش تشد في الاخر يعني انت كتختار يعني السيناريو اللي باغي تطور عليه يعني شنو غدير بالضبط فهمتي يقدر يكون سيناريو يقدر ما يكون سيناريو يعني كل كليبات كتختلف الفكره اللي داير ما مديوراش كتختلف هذيك داكشي علاش داير ديك الضجه في ديك الوقت لا راه هذيك راه الابداع ديالك فهمتيني باش انك تبان شفار راه واحد لا 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 تقمصت الدوره صاحبي ويل ربي بالنسبه للمشاريع المقبله ديالكم بجوج كاين سيد وين تشلو كاين شيرة واحد التراك اللي شيرة يعني شيرة واعر اوريونتال واعر واعر اسبانيول في كاع 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 التراث العالمي فهمتي ديك الانستري ديك ديديكاس اللي بيت هو اللي صوب هذا البيت وشيرة شيرة ما نغنيش على الشيرة ديسك واعر ان شاء الله قريب يخرج غيخو بقات له واحد دو سومان شوف 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 هذه والله شي غدير غير طلع الاولى ديال جو ستور هذه الشيرة غتقول لهم دابا اييه عاجبيني واش غير فرا ولا ها انا نيت لا فوالا لا في غاده بينا
لا 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 بغيت الرفره يا من غنيش على الشيره طونك زاري بازي كرامج الخاطرو شبابي راح لي في الحيره مسهل وانا باقي راكم طونطي في لاشونس يا من غنيش على الشيره وي زوين. السؤال الاول نفس السؤال, ممكن ميكس تيب اللي غيكون فيه سبعه تراكات, التراك الاولاني غادي يكون ماما, اول تراك الوالده والمعاناه غيكون ماما, التراك الثاني غادي يكون دكالي فيه مع اكس مورينيت ان شاء الله, غادي يكون واحد التراك زوين ديال دكالي, دكالي ديال على الجديده بصفه عامه يعني. واو واو نعطيو شي حاجه بزاف ديال واو واو ناري 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 دكالي مافيوزي قول لي هنايا اش مصاري واو ناري 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 سكوزا ما غير بلادي صعيب نديرو دراري واو واو اكسيتيرا شل اخر نبلبلوها بالراب. المهم دابا باقيين كندويو, هذا شو غيكون دكالي فيش ماكس موري وغيكونوا تراكات اخرين ديفل الشيطان. المهم كاين تراكات بزاف, المهم سبعه هادو غيكونوا يعني غادي كيتخدموا وغيكون زوينين, وغيكون شي سبعه تراكاج غيكونوا فيهم شي ثلاثه الكليبات ان شاء الله ويكون داكشي زوين. مدينه الجده كتشد مجموعه من المهرجانات, كيفاش كيتم التغييب ديالكم؟ كتكونوا حاضرين انتما في الملا اللي عندكم يعني شعبيه؟ ما كاينش مهرجانات, كاين جواره ومبقاش دابا مع كورونا ولكن جوهرة, ولكن ليديسيون الاخرى ما دارتش, ليديسيون الاخرى ما دارتش ابار كورونا, ما دارتش ليديسيون, ما دارتش ايديسيون الاخرى. ما الشباب ولا ديال الشاب ديال المحترفين كتبقى بوحدها, اللي داير ديال الشباب هو اللي كيقدر يدوز مع المحترفين. كاين اللي مدورين مع بعضياتهم ما يوصلش لك, ما انا نقولها لك كيجيبوا البراني فهمتي, البراني يعني كتقدر تدفع الملف ديالك كيتهز البراني وشاهيه بالمعارف, هذه جوهره. ابخي جوهره ما كاينش شي حاجه كدير في الجديده اللي ما درناهاش حنا دابا, حنا في مسرح عفيفي في دار الشباب البريجه, مسرح الكنيسه ديال الملاح درنا حنا كننظموا وكنطلعوا بحال هكا حنا دي جون كاملين باش نوصلوا حنا داكشي ديالنا يعني, كنديروا كلشي بيدينا وما كتلقاش العوين وكتلقى صعوبه من جهه الاداره ومن جهه المسرح باش تاخذوا بزاف د الحوايج يعني التشكيل الاعمال يعني تحت الغطاء ديال شي جمعيه, تحت الغطاء ديال جمعيه ديال الجمعيه, ما يمكنش لك تاخذها راسك فهمتي, لا مسرح هي اللي كتقوم بالاجراءات, انت كتكون انت اللي مقد نضي كل شيء ولكن الجمعيه كتقاد كل شيء يعني, هي اللي كتدفع لك الطلب, كيخرج لك الطلب تخلص اللي كان باش انا بحال المسرح كيتخلص باش تشدو فهمتي, حتى هو خاص كتخلصو. شحال مره خلصنا المسرح وتيكي فابور مهم باش نعيشو داك لومبيونس تعيش الفايب فهمتي, باش نديرو حنا كل شيء بدون مقابل, بدون مقابل كنديرو الدخول بدون مقابل, مهم باش كتوصل باش نعيشو داكشي اللي ما كاينش في الجديده, حيت هادشي راه ما كاينش, راه معدوم مره, راه ما والو 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 يعني, باش تحي واحد الحاجه واش يجي العوين من برا, من احنا عندنا دي زارتيست بزاف معروفين بزاف ولاد جديده, ولكن حتى حد ما عارفهم كاع اصلا هما ورا ولاد جديده واش هما ما كيقولوهاش يعني صافي يعني, كاين اللي طلع كينسى هاد المدينه هادي, حنا ما بغيناش هاد المدينه تنسى, حنا ما بغيناش المدينه تنسى بلاكش, حنا بغينا هاد المدينه هادي شبان جديدة شي هي مدينة. يعني علاقتكم بها واش كاين شي اتصال, كاين شي هما كنتاكتو بهم عمرهم صوروا فيكم يعني؟ لا والو والو ما كاينش داك الشيء, قلت لك ما درتش شي حاجه بيدك ما كاينش اللي غيديرها لك, ما كاينش اللي غيديرها لك, والو 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 بصفه عامه والو. المسرح هو الاخر دايرينو الدراري داخل الشباب, هاد العبد هذا المدمن كان داخل دار الشباب وصافي كدير داكشي ديال الموسيقى وكذا وهذا, وكتلقى بنادم كيبروفيتي فيك, الميساج راه غيوصل هذا بيان سير بروفيتي فيك على قبل واحد الفلوس, كتعطي واحد الكونتيتي ديال الفلوس باش تمشي معاهم تتكمل لهم الرحلات وكذا, وملي كتكون شي حاجه بصح ما كيعايش لك. وشكرا بصح بصح وصلاش شي اللي بغيت انا بصح. انا بغيت نطقوا لنا يعني شي فري ستايل ديالكم بجوج نسمعوا صوتك. استري ولا بلا استري؟ استري قال لك الكوبي رايت استري. اه صافي هكاك بدا بسم الله.
تفضل تعالي تسمعنا كمشاهدي قناة شوف تي بي وحتى المحبين ديالك. كلشي كاين كلشي كاين. نسمعوك اليوم على المباشر. على المباشر هذا فري ستايل. فاست. بسم الله فاست فود. بيان سور. فاست فود. ديديكاس لبو عايسي وبوفكي. براي عايسي في الجو. عبوا ديني ضب راسي. خليني جاي طلبوني صدعوا لي راسي. هادشي علاش ما ضربش ليه. تفضل. ايه. ترى علينا ما بين باسين كاين اللي كلينا ما كاين زنا في دينا ما بين خينا البلينا خلينا خينا حدنا فكروا كاين قنينا جن جنوب جنينا واش ضربين تينا كوكي كامارو كامرات كامي كازاو كل واش كارو كارما كارك قسم فرقه فرقه فيك 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 كانك كنوا هكذاك ولا طلعتي زباله فانت فانت مش كخورد الزامطه مش كخورد الكاين طزاره بيري مني مش عارف قلب الفيس صوت فورت فيس طونا ما عنديش باش نشري فيس طديس لي كان شت ويكاند ات بي كاب ديس فيتاس كنت بي سابس ماشي ويسام ترى نيشان ضربت مغان طم على العقل فالطي انا درت وما درتش دارو دري دارو ضرف دارو قاري دارو برا صار يا خو حرف غلات شفات بلا خصهم لا مالو فلي صراديش في الليل بالبلا تما فصلا بقات ما سالقه فيا غير بقى حيت الله ولا بقى حساده اخرى بالغرقه ما كروكش بقى في حسقه كلشي كيفكر في الحرق علاش انا نجيبو غزرقا ما درنا والو بالمرقه بوحدي ساول لعب فرق اي اي اش كيبغي يسوف انت لا ستريك خليك من الديكا علاش دابا ما ستريك الديكا والله نطلع فريز شايل خارج هل يعني فريز شايل داكشي كنولي فين الشوارع هذا نعطيو واحد الفريستايل اخر ديال تيم المهم دماغي كيقول لي ندير لي بغيت لي بوش بلا تبكه ما لقيت دير لي كيت فرع البيت فلو غادي هارب زيد لي ميت كلشي كيبان لي كيدير لك يطيح اليوم فريها بعد لي ريح شكريها صايد فيها رواب فحال البرد اللي جاي ديها 100% اوريجينال دمون كيتوحشوا البنان دي فورسي ناقص حنان بلا 2000 كيلعبوا الكمان تانكيت با واش انت هي مريض بغيت تقارن بيا ودماغك فيت قبح فيكم ويتقدم يزيد نهار نغبر داك عندك عيد دوينا بزاف لساني قدري علاش قدروا الحشاف تشاسكور كاي بوزي كي دندن اشنو باغي تويلي دراعي انت وكليك تشك جماكم سداري ندير ليكم نيا يا 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 هاد الفريز شايل هذا هاد الفريز شايل سير حتى الحين فهمتي طيب شويه ماشي تلحين الرفلاني في تلحين لا 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 كلشي ما كراش الفيدا لوكا وزاهي كيف البوكا دوماج راه طلعت بها لوكا عليها كلشي بلا فكوكا كيعرفوا لاقي ويسلوكا واللي كان هكا ولا هكا ما طلعت خويا بنت الناس هادشي قبل ما نديرو لوكال قبل ما يفوت الحال ديما عندي الحال ربي اللي كيجازي خويا واخا كانوا حال هادو راه بغاوني سطال صدقت انا اللي فحال تورني مع لا كونيسونس بان شكون اللي سقال ما جاتش اخويا نقول لك راني بالفلوس كنبان ليهم براني هضرتهم كامله غير على الماني ماشي الحشيش خويا اللي سطاني عالمي عالمي ما راضيش انا بعيش القيطو عالمي عالمي بوحدي حيت ما كاينش اميك وما عنديش خو غرامي حيت كلشي كيشوف غافل بينك بحال شي درون طير ونعلي حيت كانت تاودنا غير نفس البيستا نتفكر يا ملاز يا من الصوت المسموع يا مجاو النخوه والراس ديما مرفوع كاع اليوم اللي دازت زوينه ولا خايبه من الضحكه الواسعه حتى القلوب الطيبه باقي كان اقل نهار تسدو بيبان نهار دق الحال فدات شعلت نيران مود ديال الجد ومرض الوالده نهار حياتي بين يدي ولات بعيده الذكرى كاينه في بالي في السطوره كنتامل نهار تبليت بالسم فدات كيتسلل نهار بديت نحس بناس واقفه ضدي كاع ايام اللي دازت بقليل فيها معدي ديك رجعت خايبة وزوين فيها ما نسيت عمرني نسى نهار اللي فيه غنيت نهار زيت ورقة وفيها انا كتبت ياه نهار الاول اللي فيه انا لعبت نهار الاول اللي فيه انا لعبت كورة صح كورة صح بنديرو اللاقة مجاهدي ودايزة كلشي باغي تيري فينا نفسنا زايدة نايزة كورة صح بنديرو اللاقة مجاهدي ودايزة كلشي باغي تيري فينا نفسنا زايدة نايزة ما باغيش تخافي من مولشي كنصنعو السعادة بالمونشيط فحالتي شمعة مازال كدوب قلبي في شيرة شعلة فايا نهار تسالي خويا غامشي غبر نكبر رجال غدرو فينا العطايا ني قاعد روكا مولا كولا لا 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 المهم داكشي بلا انستري راه جاني في شكل المهم ما غير كنعديو بهاد الفري ستايل اش شي حاجه اخرى نشوف واحد اللايف اخر كمايا بون كاليتي المذاق ديال طاكير باقي غير في ماسيتي ديدي كاس طاهير صاحبي ماشي بيتي نضيع لي زافير صاحبي هادو قوم قوة خا تكون ماهير حومة كتعيط لي اجي المستقبل ضيعو كنفاجي كنفاجي بحال داكشي ديال خو لا ماجي لا ماجي نعلو شوية شيطان راجم راجي
حكم الظروف خاصة لورو وتلا ما صوفاجي زورو الدنيا خورة ما مزوقاش بالبورود قاد يوم فيها خصك نوقود المهم غندويو دابا في شي حوايج اللي ما دويناش فيهم في الانترفيو كاملين هو كيفاش خاص جديده كيفاش بغينا نشوفوها من هنا لقدام وكيفاش بغيناها تولي ما بغيناش يعني حنا كروابا روابا كاملين ديال المدينه الجديده واحد بواحد ما كاينش شي حقد بيناتنا كاملين يعني راه فحال انا غنبغي لك الخير حتى غتشوي لي الخير كاملين اللي وصل فينا خاصو يوصل ماشي اللي وصل فينا يعني كاملين خاصنا نوصلوا واحد البوان اللي غنعاونوا بعضياتنا حنا كاملين ما خاصش داك الحقد يكون بيناتنا يعني انا روابا كاملين يعني مش دي جديده من الراس حتى للراس الريسبي ليهم كاملين غير هو نوضوا نتقاتلوا كاملين مع بعضياتنا نسبورطيو بعضياتنا حيت راه غير واحد فينا لبان وهز الدرابو ديال هاد المدينه هادي راه غيكون يعني زوينه وكاملين مزيانه لينا حنا كاملين يعني حيد ما يبقاش داك الحقد ما يبقاش بنادم ما حاملش شي واحد على قبل والو ولا ما عندوش معاه نو نكونوا سبونطاني كثر مع بعضياتنا نضحكوا ونخدموا موسيقى زوينه نعاونوا بعضياتنا نوصلوا لشي حوايج زوينين حيت ما درناش بحال هكا راه ما غتبدلش جديده راه جديده كلشي اللي دويشي معاه غيقول لك نفس الهضره يعني اي رابر يدويشي معاه غادي يقول لك نفس الهضره يعني قبل باش حتى بنادم ما يبقاش يقول ديك الهضره نبداو من حنايا يعني كلشي خاصو يتبدل كلشي يتبدل كلشي ما فيها باس شي حد دير معك شي حاجه طيح كواري سير عند هذا خدم معاه جرو بعضياتنا فهمتي الرساله راه داخله دابا المهم الرساله يعني نكونوا مع بعضيات يكونوا حتى سموح محبه حيت ما كانش هادشي ما غتخدمش كيفاش غنخدم معاك انا وما كنحملكش راه ما يمكنش غنعاود نرجع عندك كاين واحد السيده السعديه جلال كتقول تبارك الله على وليدتي الله يعاونكم باش كتعرفوا الوالده الوالده ديالي الله يخليها ليا الله يخليك ليا اخي شوف بيت تستاهلي طراك بعدا طراك نخرجوا على هذا الشيء هذا راه مخرج ديجا طراك ديجا مخرجش طراك على الوالده الله يحفظك نسيرها هما كانوا كيوصيوني على حاجه واحده قرايه اقرا الحمد لله بخير يعني وصلنا واخا تايين كتقول كل ما جيت نقرا كون درنا شحال من حاجه ولكن بالعكس بنادمينش حتى القرايه ما كتندمش عليها يعني بالعكس هي واحد كيتفرج بالعكس كمل القرايه زوينه واحلامك راه هي اللي غتقوفك واحلامك احلامك راه ما غير بحال كمال الازام بحال هي دوما خصك تكون نيفو انتليكتيال طالع اما الاحلام راه في اي لقطه تقدر تحققهم وما عندهمش وقت كاينين دراري زوينين وكاينين بزاف كاينين دراري زوينين كاين واحد داير يشوف بحال شي حرب اهليه هادشي راه هادي الهضره اللي قلت لك قبل انا مؤخرا درت ايجي سي شالنج فهمتيني نقد كلمه هذا واخا حتى هو ما شاركش فيه هو قال حدا هذا كيتشوفوا فيه شافني وكنت مخاصم معاه يلاه صالح حسن وياه العدو ديالك هو صاحبك في الحرفه ضروري سنه الحياه فهمتيني كل انا درت واحد الاجي سي شالنج راه الدراري راه كيتفرجوا غيعرفوا و اوماز تحيه ليك ما درتيش فهمتيني حتى واحد ما بغى يشارك شاركوا واحد القله اللي كنت عارفهم بغى يشاركوا فهمتيني انا كنت عارفهم بغى يشاركوا وبغينا باش بنادم لي كونط الانستغرام يطلع لعيبات كذا وجاي الخير جاي الخير كتحرك الموفي تفائلوا هذيك شي كتسمى شي بحال الموتيفاسيون دابا اي رابور كيشوف مثلا دينتو روابا محركين كيديروا في الراب وكيديروا في لي فري ستايل اوتوماتيك ممكن كيحس بشي حاجه حتى هو يا خاصو يدير خاصو التعليق ديال واحد السيد سميتو محسن العبيد عمر كيعرف يرابي بالانجليزي ولكن ولكن كده مين
عمرناك وطلعت عليك صديق ديالك ولا كيعرف محسن ما محسن البيض عرفت محسن البيض ولكن فهاد اخويا ما امشي رابي غنبدا العربيه لا كذب عليك كذب عليك كذب ما عمرني ديجا ما عمرني خدمت بلونغلي فرونسي وهي لونغلي ما عمرني الله يحصلك هادشي الله يحصل الناس لا لا لونغلي شي كراب كترابي فيها مره مره ولكن كل ماشي ماشي شي كدخل شي حوايج فهمتي بحال مثلا نيغاز بليد كيف كراس كيف بلوزا ما راب ماش كالو دود وسط بلاد دراما ايا وتيك تنوش جزيدا نايد الغوش عادي المروانة فلو مشي بتغلاد الصوت this is a warning اما الدانجر راه راب عادنا اونلين صفر كاينة في الدورة اف دريس تراكلز ولد الهاسلز دان الراب موسيقى ضد كاع الماسترز بوزبال تغافو قراسي دير دجا حيت شي هيب هوب في الفرين ايضا قاجة درت الراب من اللي دفنتو تحت التراب موسيقى كنوصلوها بلا ما نلحسو تاع الكاباش ثقافه الهيب هوب مرضت خاصها ليرجونس بالفراري وخلي لي لومبيلونس اسبيريشن مني خود سمي شي حسن قالوا لي مسطي فوق البيش كان محن اي شكرا شكرا زبير امام امام عشيري شوراطي 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 ود ازمور زيان ما عرف شو وش الله عليه هذا هو من القداف الدومين هذا مخيخ تاهوات زبير امام تحيه ليك اخويا تحيه ليك كاين تعال كثير مع المحسن الابيض ندخلوا انا نقرا المحسن حلف عليا اخويا حلف عليا اخويا حلف عليا اخويا راه لا فات على الحلاقه ما فهمتي خصني تفلاش باش يلا نولي ندوي بلونغ بعيدا عن المناط يعني شي هوايات ديالكم هوايات الرعب على الفن ديالكم الهوايات ديالكم ايوا ديال نقدر نقول لك 90% مغاربه كره القدم والرسم كنت كنلعب انا ولعبت في الزم في الركوز سريع وادي الزم هذا الفراق اللي هنا لا لعبت مع السينيور ديال الركوز لعبت في الكبار ولكن ما كملش ما عندي العائله تما فهمتيني في الزم كدار كوميتي اللعيباش ومشينا تسهلت العملية الانتقال المشاهدين كيكتشفوا بأنك تلاعب كرة القدم وعارفين بعد اللي كعرفوني عارفين لاعب ديال الركوز كنت في الركوز كنت في سريع وادي زم فريق اللي كيعاني دابا في الصمت كيعاني في الصمت اييه يعني يرجع لسابق عهده ان شاء الله ان شاء الله وهي راه العامين الاخر كاملهم كيتزقلوا يعني كيقلد الجهد الثاني تقليد ديال الاصوات عندي تقليد الاصوات تقليد الاصوات عطينا شي عطاك معلق علي محمد علي ايوه هادي باع كره لمحمد صلاح كان عاملها امام نادي سبارتاك موسكو عاملها جون وكوبري وتحيه العباد اخي وزميلي عطينا شي لعيبه اخرى اسغندير حسن بوطفسيل حسن بوطفسيل ميسي 26 سنة في رعاية برشلونة ميسي الآن طباخ في السجن ندير شي لعيبة أخرى والله برشلونة وفرق إنجلترا يلعبون في صمت وتحية لليالي الخميس برشلونة يودع الأبطال أمام البايرن الزوجة المخلصة أنزل واحد معلق آخر سميشو ماشي فارس عوض الآخر كرة لمسلحة أوزيل أوزيل يا مر يعملها لي جاريت بيل لاعب أرسنال بارك علي نفس السؤال كاين تعليق آخر قال لك الدليل ضيع من عند نفس السؤال يعني الهوايات ديالكم كرة بالمناسبة كرة وباقي دابا ديالكم ولا ديال شوف تي في وداخل وخارج أرض الوطن الناس اللي بغا يعرفوا الهوايات ديالكم بعيدا عن فن الرياضة الكرة باقي دابا كنلعبها الفراقي اللي درت معاهم الدفاع الحسني الجديدي الرجاء الجديدي الترجي الجديدي ريال تشيكني ريال تشيكني بزاف الفراقي يعني بزاف الفراقي دي جديده تقريبا كاملين ابار كورا كاين سلام واللي ما كيعرفش سلام يعني قليل اللي كيعرفو هو بحال الزجال والشعر مخلط بيناتهم
فهمتي؟ عطاك شي حاجه تسمع دابا نيش؟ تفضل. وعطاكم التعاريخ يعني كيبان هذه كرب كانتك هذه في خاطر وليده جديده دي المناضي. نحفظك نحفظك نحفظك. نادي اس نادي شنو؟ الكرد الكرد نقول لها شكرا 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 كشي تعرف لينا وليد لا نواق لا نواق وليد توا كان لعاب كان في بوجنيبة وليد تحياتي وليد على مدريد على لا على برشلونه على برشلونه برشا لا شوف كاين البارسا واخا مشى ميسي واخا واخا ماشيش باقي البارسا وغنرجعوا ليه سلام جوتسا جوتسا هامده بدون روح رائحه الموشي في افق حياتي نتلوح انظروا انظروا الى نفسي بنظره مشأزمه من فوق السطوح اتحسر على حد المتعثر وبانياب الايام مذبوح فالواقع المر المفروش بالوعود الكاذبه نرى اصحابي بمجالس الصاخبه يلتفون عليك هم الضيوف وانت الوليمه فكيف لا يقهقهون في صمت ولقد فازوا بالغنيمه اطفال نساء وشيوخ انجرفوا مع تيار من دموع أما شبابنا محشار لم يعرف بعد هل يخشار التنقيب عن العمل أم يؤنس ليله الطويل مقنناش على ضوء الشموع إنهم الجنود في صفات النوم والكسل والجمود ساحة معركتهم لا تعرف الحدود. هذا هو السلام. الأعياد المشتركة بيناتكم عمركم فكرتوا انتم أصدقاء كانت يعني كتلاقاو بزاف ما عمر كان شي فكرة ديروا شي عمل مشترك بيناتكم؟ بيان سير كاين وغيكونوا بزاف إن شاء الله. عمركم حضرتوا بيناتكم شي عمل؟ لا مازال عمر جات بيناتنا شي حاجة. لا كاين. كاين بيان كاين. مثل بكالة. ماشي كنفكروا فيه كاين. كاين. كتواجدوا فيه. المشروع كاين ان شاء الله غادي كاين بروجي ديالو بروجي ديالي ومورا بروجي ديالو بروجي ديالي ديريكتومون ان شاء الله غادي يكون دكالي ثم كتعرفوا بعضياتكم مع القرب اصدقاء اللي بغيوك تطرح عليه شي سؤال اللي ما طرحناش عليه هو تا هو نفس الشيء يطرح عليه شي سؤال لا بعد راه واحد الحاجه اللي خاصكم تعرفوها على اكس موري يعني كنعطي التحيه والله يعني الدري راه ماشي داز من بزاف الحوايج خايبين فهمتي يعني داز من شي حوايج خايبين طراو ليه شي حوايج خايبين في حياته طاح في شي حوايج ما نبغي نقول والو انا يبغي يقول هو داكشي يعني طاح في بزاف الحوايج وباقي مكمل وباقي مقاشر وباقي كيبان ليه الموسيقى قدامه ودار بزاف الحوايج ود الصالون ديال دارو مباعو والله باعوا باش كمل فيديو كليب ديال مالاليز مالاليز كان عندي في البيس فهمتي بحال عطاو لي كريمه مورين الدار ودا باش باش شوف خصك تضحي الا بغيتي توصل والله ما ضحيتي وطحتي في لا ميرد لا وصلتي ما يمكنش مستحيل غير الا طلعتي غتطلع وشبط صافي دمرتي تماره واحد لقيتها وكذا هذيك هي لا باز ديالك هذيك هي كلشي هذه اكيد هادشي اللي كاين واش كنت باغي نقول لك كنت قلتي لي ما بقيناش غنخدموا في جديده كذا ياك كنا جايين في موطور قلتي ما بقيناش نخدموا في جديده واش شي نهار الا وصلتي وشي لعيبات وكذا غتفكر ترجع لجديده دير شي لعيبه ورا انا اصلا غنخرج من الجديده باش نرجع للجديده هادشي اللي بغيت انا يعني نعرف. انا الفكره اللي كاينه هي انه لا بصح والله يعني ماشي يعني كاينه واحد الغيره مقوده للجديده ويعني جديده ديالنا يعني فما مشينا كنبغيو ديك الكلمه ديال الجديده يعني كنكبروا بمدينتنا يعني واي واحد وجديده خاصو يكبر بمدينته يعني راه الجديده شي حاجه زوينه وكتمشي لاحظتيها كتمشي اي بلاصه دابا انت كتمشي في واتزام وداكشي شحال من بلاصه بزاف تطوان هو كان قال لي واحد النهار داز من شحال من مدينه وقالها لي قال لي بلي جديده بحال ما بقاش قاد يفوش الجديده
يعني اللي كيجي ليها صافي جديده راه جديده. رانا مشيت شحال من بلاصه وما كاينش شي بلاصه احسن من الجديده، وداك الغيره ديالنا اللي كضربنا على الجديده هي اللي باغين يعني غنوصلوا بدكالي دكالي. هذه اللي خاصها تكون دكالي دكالي. الطرائف اللي سبق لها وقعت لكم شي طريفه وقعت لك؟ كاينين بزاف، كاينين بزاف في الراب نيش في الراب كاينين بزاف. كاين شي حوايج طراو لينا فاش كنا كنديروا الموسيقى، كنا نديروا التسجيل وكليباش وكذا. كاينين هذا كلها راه كله هذا كله فين ما كنبغيو كنبغيو نصوروا شي كليب شات خاص منو بيه شي واحد تشوف وكنرجع ندوي عاوتاني خاصنا تخاص صافي ديال العالم قبل لا واحد واحد الحاجه ثاني. لا بصح والله يعني قبل اليوم انا وياه تصالحنا اليوم كنا خاص كنا عايش هو مسابق. لا لا ماشي انا غنشرح لك ماشي انا اشرح لي دابا حنا مخاصمين ولكن داك التخاصيمه اللي ماشي داك التخاصيمه الخايبه ولا نون لا يعني كنتلاقى ماشي انا نقدر نتلاقى معاه نقول ليه السلام يقول لي السلام فهمتيني واش فهمتي ونريحو كاع شي بلاصه وكذا ونمشي. ولكن ماشي كيف كنا يعني كنريح نضحك انا وياه ونعايرو يعايرني وضاحكين واش فهمتي. لا داك الشيء هو اللي ما بقاش. ولكن هنا فين قلت لك انايا خاص بنادم يكون فشكل هو انه ملي عيطتي ليا الصباح انفو عيطتي ليا قطعش معاك انت عيط ليه انا هو واش فهمتي. يعني انا ما كندويش معاه وعيط ليه الو اكس موري وي كاين بلان اشنو اشنو شوف تي في عيطات لينا غنبانو غنبانو واش فهمتي. شفتي في لباس الدعوه ديالكم بسرعه يعني بسرعة. توصلنا بالطلب ديالكم الغياب بعدا ريسبكت اللعيبه اقسم ويمين انت ريسبكت شوف احترامات احترامات للطاقم كامل الطاقم كامل شكرا لك. الطلب ديالكم وبغيتو تكلموا على التهميش ديالكم دي جديده وغينا نوصلوها حاولنا في اسرع وقت نتصلوا بكم بصح. شكرا انا دويش معكم بس في الكاميرا تحليل دويش معكم يعني كاين ما كايناش قول 24 ساعه 24 ساعه حنا دابا مرايحين دابا مرايحين هذه شفت هو اللي كيخلي شفت لي النجاح ديالنا دائما حاضره في الحادث وفي الوقت وي بصح تحياتي جنب الناس اللي الصوت ديالهم باغي نوصلوا حنا كنوصلوا الصوت ديالكم الله يحفظك وان شاء الله نتمنى تكون دائما على ضغط ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكن يعني وغتشوفوا هاد الجوج ان شاء الله هادو هما فنانين شباب كتستحق شكرا شكرا شرف لينا والله حشومه يعني شباب بحالكم ما يكونش عندهم دعم ما يكونش يعني كيساندوهم ناس بغينا شي دعم الدعم المادي ماشي مشكل داك الدعم المادي حنا تقاتلوا فيه كنتقاتلوا فيه وانا نديرو غنديروه حنا محتاجين الدعم المعنوي اكثر من الدعم المادي او الدعم او نيفو ديال الانترنت سبونسور ديال البارطاج شحال من حاجه ضروري هذاك معنوي ماشي مادي ما يعطيك بنادم والو معنوي شحال حنا ما الدعم من ناحيه الدعم الكلمه ديال الدعم ما باغينش الدعم المادي حنا حنا ماشي مشكل هذاك الدعم المادي حنا اللي غنقاتلوا عليه ونجيبوه اللي عندكم بصراحه حتى يعني العوين باغين الدعم باغي نتسمع باش يعني انتم عندكم الموهبه عندكم كل شيء غنبغي ولاد جديده يكبروا بولاد نديجهم دي اول حاجه يعني ماشي ماشي تبارطاجي واحد اخر ماشي ولد مدينتك فهمتي واو 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 وانت عندك واحد اللي في مدينتك اللي احسن منه فهمتي اللي احسن منه وما كاش بارطاجيش واحد اللعيبه ابار هاد اللعيبه اللي قلتي نتايا الا كان داك البروجي اللي غتخرجوا نيفو واعر كون على يقين غيبارطاجي اي واحد غادي بارطاجي هذه اللي خلاتنا ما قلناهاش في اللايف كامل انا راه مده وانا حابس راه عام وزياده ما خرجش والو عندي مشاكل مشاكل لا ما مخرج والو راه جاي يقول عامين تقريبا ما خرجش والو اهم المشاكل اللي يعني ثلاثه ما خرجش والو غير طراو هادو ما خاص بلا ما نذكروهم يعني خلي لي بروبليم بعد المهم هو كانت القرايه باقا كنقرا وكانت يعني جاو شي ظروف ما سمحوش لي يعني بقى الوقت عامر يعني الوقت اللي تكتب فيه وغتسجل وغدير فيديو كليب ما كاينش يعني صافي تنسيت الراب نسيتو يعني كنت نساه ولكن عمرك غتنساه بمره يعني كنكون مثلا انت كنبغي نعس بعد المرات ورقه وسجيلو كتلقى راسي كنكشف في الراب عم حاطو في الجنب
ولكن عاد شي مده طويله ولكن ضروري كنكتب وكنحط شانجي لا كلشي بوحدك كلشي بوحدك كلشي بوحدك التكنيك كلشي من اصل زاد فلو التكنيك تمن زاد دابا ولا عندنا استوديو ماشي ندير استوديو كنسجل فيه لا المونتاج ماشي المونتاج لا كنخدموا مع ناس اخرين كنخدموا مع ناس اخرين كاميرا مع كنخدموا اون بانوبلي فهمتيني فهمتيني بنادم مجموع كنقص لك من هنا هذا ينقص لك كيمشي معاك بنادم على حساب جهدك فهمتيني هذا هو البلان يعني اخر نداء اخر دعوه اللي توجهوها يعني كل واحد بيان سور دوي على الكلمه الاخيره الختاميه يعني كل واحد من بونس السي عمر الحمد و سيبور 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 كما قالت الدعم المعنوي هو اللي غيخليك تكمل بحال شي لعاب ملي كي ما كيكونش الجمهور كيكون لاعب تيران ما كيعطيش بنفس ملي كيكون تيران وكيشوف الدعم والسيبور كيبان لك واحد المقابله في ابال حولان خلاها واحد فهمتيني ملي كنشوف السيبور انا طوطالمو انا خصني نخرج شي حاجه واعره اللي بنادم خص تبقى ليه في راسه صافي ساهله يعني السيبور شي حاجه فهمتي ساهله ما كتخلص عليها مو ولسان لسان بيان سيرو في اخبار وشي سيرو كدا ما يبخلش علينا باع كما كيدير اللاعب ديال الرجاء قال لهم مؤخرا تمنعوا ممنوع التيران يدخل الجمهور قال لهم هذاك التيران ملي كتشد كره وكتكون غادي في شي هجمه داك الجمهور اللي كيبدا لك سير سير قال لك كتحس بواحد بلا ما تحس كتكون غادي مش فهمتي يعني بحال هكاك خاص سيبور ملي كتقول لك كلمه زوينه راه بلا ما تحس كتخلي كتعطيني واحد الانرجي بوزيتيف باش نزيد نكمل فهمتي واخر كلمه هو انه بغينا من جهه الفن والثقافه في هذه المدينه هذه يعني الطوار يكونوا لسان يكونوا شحال من حاجه اللي نقدروش حنا نعطيو فيها واخر كلمه شكرا لشوف تي في وشكرا للاخ الزوين وشكرا للاستاذه اللي تلقات الطاقم كله ديال الطاقم كامل من اجل زاد شكرا لهم وشكرا للجمهور اللي كيتفرج فينا ونتمنوا نكونوا خفاف عليكم ومازال غتشوفوا هاد الجوج هادو ان شاء الله من هنا للقدام في بزاف بروجيات زوينين ونتمنى نكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وشي داكشي اللي غيكون ان شاء الله يعجبكم وتوفيق لينا وليكم ان شاء الله واي واحد كيدير شي حاجه زوينه في حياته نتمنى ليه يوصل لها وشكرا بزاف المهم ديديكاس للطاقم ديال شوف تي في كامل اللي خدم معنا في هاد الامسيه الزوينه اللي غتبقى ديما مشورخه في البال عندي انا بعدا فهمتيني كبرتو بينا طونك دي زارتيس فهمتيني شكرا بزاف و اي واحد دار شي بليزير دار شي لعيبه راه عاقين عليها ديال بصح عطيتيني تليفون صورت به كذا حيت الا جيت نتكرر ما غنتقاداش ف يوتيوب تهلاو في راسك بيس اند لوف ثم فنانا ابناء هذا الوطن ابناء يعني كتستحقوا دابا بمدينه جديده فكتستحقوا كل الدعم تستحقوا كل الخير قناة شوفي دائما غتواكبكم دائما غتبقى معكم دائما غتسمع الصوت ديالكم هذا واجب لان القناة دائما كتوقف بجنب الفنانة وخاصة الناس اللي بحالكم اللي كيشكوا التهميش كيشكوا يعني كاين مشاكل كثيرة بمدينة جديدة ثم فنانة ديال راب بعاصمة الدكالة كتحدثوا بحرقة على المشاكل اللي كتعيشوها وعلى التهميش فكنتمنى ان شاء الله يعني المسؤولين والناس ديال المدينه وكل متدخل في هذا النوع ديالكم ديال الفن من وزاره الثقافه من مديريه ديال مدينه جديده كل المهتمين يعني يقدموا لكم يد المساعده والدعم اللي كتحتاجوه نتوما فنانه كفنانه وحنا راه كما قلت يعني قناه شوف تي في دائما قناه الشعب ودائما منكم واليكم وغتبقى في جنبكم ونتمنى ان شاء الله تعود يعني لقاءات اخرى معكم ونسمعوا عليكم يعني كل خير ونسمعوا الجديد ديالكم وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله هذا ما نتمناه في انتظار ذلك كنودعوا مشاهدي قناه شوف تي في وكنودعكم نتوما كفنانه شباب ديال هذه المدينه وديال هذا الوطن واللي كنتمنوا لكم كل خير نبقى ليا الى نودعكم مشاهدي قناه شوف تي في على امل لقاء بكم في مناسبات قادمه بحول الله إلى اللقاء.